تحت شعار كنوز الإسلام في إفريقيا من تومبوكتو إلى زنجبار، معرض فني وثقافي وتاريخي تم تنظيمه من طرف أكاديمية المملكة المغربية بشراكة مع معهد العالم العربي ووزارة الثقافة والشباب والرياضة إلى جانب المؤسسة الوطنية للمتاحف بالرباط. أعتقد أن هذا المعرض يعبر بالأساس على رؤية إيجابية للإسلام في إفريقيا ومن إفريقيا، وذلك يشكل فرصة للبعض للاكتشاف، خصوصا بعد مجموعة من أحكام القيمة التي سيطرت تجاه القارة الإفريقية بسبب المقررات الدراسية ووسائل الإعلام والتجمعات التجارية وغيرها. هو معرض متنقل، عرض لأول مرة في باريس في مؤسسة العالم معهد العالم العربي في باريس، ثم بعد ذلك جاء إلى المغرب، غير أنه أعيدت صياغته ليكون أقرب للمتلقي المغربي، وأيضا لكي يبرز الدور الذي اطلع به المغرب عبر هذا المسار التاريخي منذ نهاية القرن الثامن، أي منذ مجيء الإسلام إلى القرن العشرين. المعرض يسلط الضوء على 13 قرنا من التاريخ من خلال رحلة عبر الزمن تجمع بين الفن والآثار والهندسة المعمارية والأنثروبولوجيا، حيث يتضمن حوالي 250 عملا فنيا ضمن الفن المعاصر بالمغرب وإفريقيا وحتى أوروبا. طالما التواصل كان حاضرا بفضل التعاملات التجارية، حيث تبادل الذهب والعمال أيضا وعدد من المنتجات الأخرى القادمة من الشمال نحو جنوب إفريقيا. مثلا مدينة سجل ماسا كانت حاضرة في قلب هذه المبادلات دائما. على مر ثلاث مواقع ثقافية وتاريخية بعاصمة المملكة نسافر رفقة المعرض عبر الزمن لاكتشاف طرق انتشار الإسلام والطقوس والممارسات الدينية والفنون الإسلامية جنوب الصحراء وغيرها من المحطات التاريخية للإسلام بمنطقة إفريقيا.